اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم حكي عراق. تقدرون تشوفون كل حلقاتنا على مواقعنا المختلفه اللي حتطلع اسفل الشاشه، الانستغرام والفيسبوك واليوتيوب، وايضا تقدرون تشوفونا عن طريق موقعنا الخاص www.صوتالمستقبل.com. اليوم موضوعنا يتكلم عن درجه الحراره بالعراق، واحنا اليوم بدنا نشهد تصاعد سريع. يعني كنا مأمنين بالبدايه نقول درجه الحراره هسه ان شاء الله احسن، ولكنه جتنا غفل مثل ما يقولون، درجه الحراره بدات ترتفع. لازم نوجه نصائح للمواطنين شلون يتعاملون مع درجه الحراره، شلون شو وقت يطلعون من البيت يستخدمون على وجههم حتى يعني يحمون نفسهم من كثير من العوامل المضره بصحتهم. وياي بالاستوديو اليوم الدكتور عبد المطلب عبود. اهلا وسهلا بك دكتور. اهلا وسهلا بك. شلون درجه الحراره؟ والله الحمد لله ما بارده بس برا حاره. اي لا الحمد لله زين بارده، مو جتنا غفل، احنا ما توقعنا هيك حتصير هالسنه. فعلا هو يعني كل صيف هو يكون الحراره صح، بس السنه يمكن شويه المطر طول عندنا بهالفتره. هالسنه بالذات يعني صح شويه تاخر موضوع المطر، بس بما انه زحف عندنا الصيف راح يتاخر بعدين المطر، الشتاء راح يكون متاخر وراح نعيش خوش صيف ان شاء الله. اليوم بدي اسالك شنو تاثير هذه الشمس القوية على المواطن بالشارع؟ والله هي بداية الشمس أكلها فوائد أكثر ما تكون لها أضرار يعني، لكن خضوعا لمبدأ الموازنة، كل شيء يكون بالتوازن بالموازنة، يكون ضمن استخدامه الصح يعني، يكون في شيء كلش مفيد ويعني نطلع منه بالفوائد اللي احنا نريدها. لكن من يصير سوء استخدام أو مفرط تعرض للشمس او الافراط والتعرض للشمس، او الافراط بالضبط، راح يعني حاله الشمس حاله حال النار حال المي، نحن نستخدمها صح او يا اما احنا نعيش بها يا اما نغرق، يا النار يا اما احنا نستخدمها صح يا اما نحترق بها يعني صح. كذلك الشمس بها فوائد بها مضار. الفوائد راح تكون انه هي طبعا من اهم اشياء او من اهم الفوائد اللي يعني تعرض لها من خلال الشمس، راح يكون قتل البكتيريا والجراثيم الموجوده، وبالتالي راح تعطينا صفة التعقيم، وهذا شيء مهم. أكيد تقوية العظام أيضا طبعا. تهوية بالضبط باعتباره أكو الفيتامين دي أو الدال اللي يسمى بعض الأحيان، راح يعني يحرر من خلال التعرض لأشعة الشمس. أشعة الشمس يعني ضمن إشعاعات خطأ أو فد ملاحظة ما نسميها خطأ إحنا. أفضل إنه يعني الناس تفرق بين الضوء وبين الأشعة. يعني غالبا ما يعني الناس ما يعني يصورون إنه بالفي ماكو شمس. او بالداخل البيت ماكو شمس، لكن هي اشعتها تكون موجوده صح. ممكن يكون ضوء ماكو بس اشعه يعني موجوده، هو ايضا مؤثره طبعا تكون مؤثره حاله حاله اليوم بس. يعني اليوم الكلف وحتى يعني التراكم من التعرض لاشعه الشمس تؤدي الى سرطان الجلد وكثير من الاشياء تاثر بالبشره بسبب التعرض المفرط لاشعه الشمس. نريد نعرف اليوم المواطن او الشخص شلون يتعامل ويا هذه اشعه الشمس، يعني حتى اليوم الناس ما تعرف شلون يستخدمون واقي الشمس. تمام. بالنسبه للمضار الشمس انه يكون يعني سوء استخدام من عندنا مثل ما يعني ذكرت قبل شويه، وقت التعرض للشمس القليل راح يكون مفيد، لكن ممكن يكون بافراط راح يكون مضر الى حد انه فعلا وقت هو كمده خلينا نسميه احنا، كان يكون من الساعه 9 او 10 صباحا الى الساعه 4 او 5 عصرا ذروه الشمس، اللي راح يكون يعني هذا الوقت الطويل اذا تعرضنا له بصوره مباشره وطويله جدا وعلى مدى بعيد ومساحه سطحيه مفتوحه، فراح يعني ايضا ياثر. ومن عمر صغير خاصه الصغار يكون عمرهم يعني معرضين لهذا الشيء اكثر من كبار، باعتبار بشرتهم تكون بشره رقيقه حساسه اكثر لضوء الشمس، فبالتالي راح تنال اشعه الشمس والمضار من البشره بصوره مباشره. تتخلل او راح تنعرض هاي الاشياء عن طريق مثل ما تفضلت النمش، يسموها تصبغات، هي طبعا من الاشياء اللي ذكرتها حضرتك انه سرطان جلد هو التصبغ يسموه يعني الميلانوما، هذا الشيء طبعا يكون هذا من اخطر انواع السرطانات ومن اكثرها تاثيرا على الجسم يعني وانتشاره يكون في الشيء. اكو ناس مجبورين على الخروج بالذروه، يعني مثلا اللي هم يشتغلون بالبناء مثلا، نعم، اكو ناس اللي هم يشتغلون بالسيارات او الموظفين، يعني هم دوامهم بالذروه، هذول شلون يتعاملون ويا اشعه الشمس؟ اذا نشوف اكو حالات بالشارع سرقوا عندهم اغماء. تمام. احنا لضيق وقت البرنامج ما نقدر نتوسع بطريقه كلش كبيره على هذا الموضوع، لكن خلينا نطلع بالمختصر المفيد انه طرق الحمايه من اشعه الشمس يعني تجي بدرجات معينه وبمراحل معينه. تمام. اذا كان بصوره مستمره وكثيره خلينا نقول عليها مباشره فلازم نلجا للمستحضرات، اما اذا كان في شيء بسيط ممكن نلجا للاشياء اللي هي تكون مؤقته، كان يكون تغطيه الجلد بطريقه ما، كان يعني الجسم او الناطاني يعني انا من هالصيف مقرر انه انا البس اشياء يعني طويله ما اريد اعرض نفسي لحريق الشمس مثل ما يسموه يعني،
اما الاجزاء البارزه من الجسم هاي راح يعني ما ممكن انه انا بس كفوف بالصيف مثلا، فممكن استخدمها في المستحضرات الطبيه. اكثر شيء اللي احنا نستخدمه واللي لازم انا بنظري اشوفه صار يعني حاله حال اي يعني ثقافه عامه يعني في شيء حضاري خلينا نسميه، انه يكون واقي الشمس جزء من يعني المستحضرات المهمه، حاله حال الصابون اللي نستخدمه، حاله حال معجون الاسنان، حاله حال اي اشياء، فيكون واقي الشمس من ضمن الاشياء الاساسيه اللي فعلا هو راح يكون مستحضر مهم جدا. شلون اختار واقي الشمس دكتور اليوم؟ شلون اختار واقي الشمس بحيث لان نشوف اكو ارقام، اكو ارقام بالضبط، هذا الاس بي اف اللي هو يعني يسمونه سان بروتكشن فاكتور، هذا الشيء مهم كلش يعني يتراوح درجاته من 15 اكو 30 اكو 50 وما يعني وما اكثر. اعتقد انه حسب الدراسات اللي عرفناها انه يعني ال 50 هو اكثر شيء وصلوا له، انه يعني يصل الى 50 الى 90 او 95% من الحمايه من عكس اشعه الشمس من الجلد، وبالتالي يحافظ على الجلد وعلى الصحه العامه اللي هو يعني على يعني امراض الجلد بصوره عامه يعني تكون ممنوعه من يعني اقول 50 انا يعني راح اقول انه يكون يعني اكثر رقم مفيد ويعني وعليه دراسات صحيحه يعني. تمام يعني. طيب دكتور هذا ما يخص واقي الشمس، بعد شنو الاشياء الاخرى ممكن يعني نلجئ لها؟ يعني انا ذكرت انه يعني اكو طرق هوايه منها بسيطه، اذا كانت تعرض الشمس مده قليله كان يكون يعني تغطيه او حمايه الجلد بصوره مؤقته، الملابس الطويله، الكاسكيته مثل ما يقولون او فد غطاء مؤقت يعني دائما اذكرها باكثر من مكان انه مفهوم الشمسيه. هاي الشمسيه من الاشياء اللي هي يعني جدا مهمه وفعلا يعني تؤدي دور حقيقي في حمايه الجلد من اشعه الشمس بطريقه يعني ممتازه جدا. يعني مجتمعنا مرافض الشمسيه شويه ايوه يستخدموها بطريقه يعني فائده شمس يعني حمايتها من الشمس اكثر من فائده انه تحمينا من المطر صراحه. صح يعني كان سموها مطر ايش مو شمسيه، هو المطر حتى ما يدي بس يبل بالفعل لذلك هو شنو لذلك انه يعني اكو بعض المفاهيم لازم تكون كثقافه. انا يعني بنظري اقول انه واقي الشمس تكون ثقافه، الشمسيه تكون ثقافه، يعني نشوف شخص ما يعني ماخذ شمسيه او فاتح شمسيه بالصيف هذا دا يستخدمها مكانها الصح، يعني انطي 100% ممكن يكون بالشمس بالمطر يعني متاذي ايضا الشمس تكون اذيته اكثر يعني. طيب. لذلك يعني من ضمن الاشياء اللي انا اشجع عليها صراحه انه يكون الشمسيه جزء من الاشياء المهمه. حتى بدول يعني أكيد. الدول الخارجيه انه احنا شفنا نحتاج يعني وزاره الصحه تسوي حمله مثلا ارشاديه وتوعويه، لانه المجتمع شويه خجول من الشمسيه بالفعل. يعني مو كل شيء يتقبلون واحد بالصيف لا يعني لازم شمسيه، ما اعرف ليش، ما اعرف شنو عندنا مشكله بالشمسيه احنا. اي باعتبار المفهوم هذا انه الشمسيه تستخدم فقط للمطر، وهذا حتى ما يبيعوها هواي بالصيف، يبيعوها بس بالشتاء بالفعل يعني من تضطر يمشي سوقها. اي بالفعل هو يعني هذا مفهوم بعد جزء من هاي مفاهيم خاطئه. صح صح يعني اكيد هذا احنا دورنا اكيد نوضح الحقيقه هذا الشيء للمشاهدين. اليوم العصائر وشرب المياه والسوائل بصوره عامه تلعب دور في ترطيب البشره وتطينا يعني حماية من أشعة الشمس هذه؟ هذا يعني شيء من الأشياء الوقائية المهمة جدا. موضوع الترطيب أو نسميه إحنا الجود هايدريشن يعني هذا يعني وجود السوائل بالجسم بصورة عامة يعني ينطي صحة للجسم بصورة عامة والبشرة بصورة خاصة يكون يعني دور إلى كل شيء. نعم أكو أكلات أيضا مهمة نقدر إن أشعة الشمس نكثر بيها مثلا يعني طبعا الأكلات اللي تكون غنية بالسوائل تكون يعني تكون مفيدة. هذا الشيء يكون مهم طبعا دائما يكون موضوع الترطيب للبشرة سواء خارجيا بالمي او عن طريق يعني عن طريق البلف، هذا شيء مهم كلش يعني. زين اكو ظاهره تصير انه مرات خاصه الناس اللي هم بالذروه يكونون خارج البيوت يعني يجيبون وصل مبلله ودائما يحطوا جو الشفقه او يعصرون وجههم قدام اشعه الشمس، هذه ما تاثر على البشره؟ هذه ما تاثر على البشره باعتباره هذا يعني ما دام اثر في الشيء وخلاه على وجهه يعني انه دائما نبلل الوجه دائما امام هذا ما يعرض له جفاف البشره مثلا ممكن؟ يعني اي شيء قلت لك يعني ضمن الموازنه يعني نرجع نحكي انه اي شيء يعني يزيد او يصير بسوء استخدام راح ياثر بطريقه سلبيه. طيب دكتور اليوم يعني بهذه اشعه الشمس حتى المواطن يعرف شنو لازم الاشياء يسويها ويعطيها اولويه، شو يسوي حتى يحمي نفسه؟ فعلا مثل ما تفضلت انه الكلام يطول بهالموضوع هذا، لكن المختصر المفيد اللي دورنا احنا ودوركم ك يعني كاعلام نوصل به بكفاءه يعني فائده للناس وللمجتمع بصوره عامه، اعتقد ثلاث نقاط مهمه كلش يعني بس هذه خلت تكون الخلاصه، انه عدم التعرض للشمس بصوره مباشره ومستمره
وقت الذروة، وإذا تعرض لوقت الذروة فلازم يتخذ الإجراءات الوقائية الملائمة. وعدنا شقين بها، يا أما وقائية مؤقتة كان يكون الشمسية والملابس اللي تكون فضفاضة أو ملابس تكون شوية يعني واقية لأشعة الشمس، أو المناطق الظهر اللي يعني صعب تغطيتها بالصيف نستخدم مستحضرات السن بلوك او يسموه سن سكرين احيانا يعني بي اس بي اف معين حسب نوع البشره. هاي النقطه الثانيه. والنقطه الثالثه هو عدم تجاهل اي نوع من انواع التصبغات اللي يظهر على الجلد بصوره يعني مفاجئه او بصوره تدريجيه، وهذا الشيء مهم سواء يعني تصبغات داكنه او فاتحه يعني احمر او حكه يعني يعني يجب في هذا الموقف مراجعه الطبيب المختص. دكتور عبد المطلب عبود نورتنا اليوم وكلش سعيد بحضورك. انا سعيد بحضوركم وبالتعرف عليكم طبعا، واتمنى لكم مزيد من الفقه والنجاح ان شاء الله. الله يخليك. اعزائي المشاهدين وصلنا وياكم لنهايه حلقتنا هذا اليوم، وانتظروني بالحلقات الجايه من برنامجكم حكي عراقي. مع السلامه.